الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تختن زوجها في المنام يشير إلى دعمها للزوج في الحياة والله أعلم، حيث يكون والله أعلم إشارة إلى مساعدة الزوج في التوبة عن الزوج والله أعلم. في حال رأت المرأة المطلقة ختان طليقها في المنام يدل على ندم طليقها على الذنوب والله أعلم. رؤية المرأة الحامل لذلك يدل على التراجع عن ارتكاب الذنوب والله أعلم. في حال رأى الحالم ختان العم في المنام يدل ذلك على صلاح وتراجع العم عن ارتكاب الذنوب والله أعلم. عندما يرى الحالم العم لم يختن في المنام يدل ذلك على الأموال الحرام والله أعلم. في حال رأى الحالم العم يرفض الختان في المنام يدل ذلك على معصية أو ترك فريضة من العم والله أعلم. بينما يدل الختان مع النزيف في المنام للعم على التوبة والصلاح للعم والله أعلم. عندما يرى الشاب الأعزب الأخت تختن في المنام يدل ذلك على اقتراب زواجها. في حال رأت الفتاة العزباء الأخت تختن من الأم في المنام يدل ذلك على تربيتها الجيدة. رؤية المرأة المتزوجة الأخت تختن بالإجبار في المنام يشير إلى معصية أو ذنب تقع به الأخت والله أعلم. كما قد يدل ختان الأخت في المنام على الطهارة من الذنوب والمعاصي والله أعلم. إذا رأى الحالم الأخ يختن في المنام يدل ذلك على الخيرات التي ينالها الأخ، حيث والله أعلم يكون علامة أن الأخ سوف ينعم بخير ورزق كثير في الفترة المقبلة والله أعلم. تشير إلى التغيرات الإيجابية التي تحدث للأخ في الحياة الأيام المقبلة، فقد والله أعلم يشير إلى الترقية لمكانة عالية في العمل أو الحياة الشخصية للأخ والله أعلم. في حال رأى الرجل المتزوج الأب يختن في المنام يدل ذلك على توبة الأب من بعض المعاصي والذنوب. كذلك في حال رأت المرأة المتزوجة ذلك يدل على خير ورزق كثير يناله الأب في الفترة المقبلة. عندما ترى المرأة الحامل ذلك قد يدل عن تراجع وتوبة الأب. في حال رأت الفتاة العزباء الأب يختن في المنام يدل على خير وتوبة الأب والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.